مأساة كبيرة تلك التي يعيشها أهالي منطقة سيد إسماعيل الواقعة في مركز مدينة كربلاء. أكثر من نحو 1000 بيت يعانون من سوء الخدمات التي تقدمها لهم دائرة بلدية المحافظة، حيث يخترق مناطقهم بزل يأوي أنواع لا حصر لها من الأوبئة والجراثيم. أما أولادهم فيقعون الواحد تلو الآخر فريسة لأمراض انقرضت منذ زمن وعادت بفعل المياه الآسنة والقمامة التي أدت إلى انتشار الجرذان. نناشد الحكومة المحلية في شأن قضية هذا البزل اللي موجود، بزل سيد إسماعيل، لأنه محاذي للبيوت السكنية، وهاي المنطقة طبعا اللي هي منطقة سيد إسماعيل من الأراضي اللي كانت تعبير العراقي يسموها الصبخاية، يعني حتى مو أرض زراعية، هي أصلا منشأة لتكون أراضي سكنية، والآن بيها أكثر من حوالي 1000 بيت أو أكثر من 1000 بيت. زين، وتدرون هذا مجمع للأوبئة ومجمع للأوساخ ومجمع للجرذان اللي تدخل في البيوت. نحن من أهالي كربلاء شارع سيد إسماعيل اللي احنا واقعين قريب البزل اللي يحتوي على راحة كريهة زائدة للجراثيم اللي هي تقول مرض الطاعون. فاحنا ناشد دائرة صحة كربلاء الانتباه لهذه الفقرة، وهذه منطقة سكنية آسف جدا تسكنها كثير من الناس والعوائل والأطفال، فإحنا ناشد الحكومة النظر بهذا الموضوع. الأهالي ناشدوا الحكومة المحلية وكلهم أمل بأن تلتفت للمأساة التي يعيشونها، لا سيما وأنهم من ذوي الدخل المحدود ولا يطلبون سوى تغليف البزل على غرار ما حدث في بزل الجاير. هذا البزل فيه وايد مشاكل تصير، جراثيم، شغلات صحية غلط علينا، كلش متأذين منها. يعني بالليل محل ما نقدر نمشي هنا، كل جراثيم، امراض طاعون، امراض كوليرا، امراض كلها من وراء هذا البزل، ومتأذين كلش. ويا ريت الحكومة المحلية تجي تشوف الموضوع هذا، تشوف النشارة، متبهدلين كلش والله. هذا البزل تشوفونه بعين، هاي ما ابد بديل ما تجي. نريد تغليفه منكم، والزوار 24 ساعة بالزيارات منا تفوت الزوار، سيارات وهاي، والتغليف مهم. أوبئة وأمراض سرطانية تغزو هذه المنطقة بالذات، ودائرة البلدية والصحة تغض الطرف عنها. هؤلاء لا يريدون إلا الخدمات كي يعيشوا بسلام، فإلى متى يبقى المواطن العراقي يعاني وما من أحد يسمع؟